أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار عن أهم الجلسات الحوارية المقرر عقدها بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 21 إلى 25 من أكتوبر الجاري، وذلك تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام. هذا ويتضمن المؤتمر عقد ما يقرب من 133 جلسة حوارية مهمة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها ما يقرب من 800 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين، من أبرزها جلسة تحت عنوان المشاركة المجتمعية من أجل التنمية المستدامة والشاملة.